في البداية نتكلم على أنواع الأقمشة، قد إيش بتفرق، يفرق نوع القماش مثلا من القماش حق الشغل، القماش حق السهرة، القماش حق البيت، حق الاستراحة زي ما حضرتك تفضل، الأقمشة كمان بتختلف ولا لا؟ خلاص إذا أنا مرتاح على نوع قماش معين ممكن أسوي كل الثياب نفس القماش؟ لا، إذا كان أول شيء الأقمشة تقسم ثلاث أقسام رئيسية، هي البوليستر والقطن الصناعي والقطن الطبيعي. هذه الأقسام، أقسامها الرئيسية. بعدين كل واحد منها يتفرع إلى فروع كثير. الاختيار الأقمشة يعتمد على حاجات ثانية، يعني يعتمد على جسم الشخص نفسه، ويعتمد على المدينة أو المكان أو الجو اللي هو فيه. يعني الأقمشة اللي تناسب في مناطق منطقة الغربية غير الأقمشة اللي تناسب، الأقمشة اللي تناسب في المنطقة الوسطى. وتختلف برضو في الألوان، الوان الأقمشة من منطقة لمنطقة، في مسموح في مجال، يعني في المنطقة الشرقية مسموح الألوان أكثر عن منطقة الرياض. يعني تنوع الألوان في زي إيش يعني الألوان المطلوبة هناك؟ هي الألوان الصيفية، معروفة الألوان الصيفية، تدرج من البيج ودرجاته إلى أن يصير غامق إلى الكاكي، اللون الكاكي يقولوا، والسماوي والأزرق برضو الفاتح بدرجاته، الرصاصي أو الرمادي الفاتح بدرجاته، اللي هو على قماش صيفي، لأنه فيها ألوان تجي الشتوية. الملابس الشتوية في الثوب مختلفة تماماً عن الصيفي.